يا كانت غير عادية. رحيم يا كان الأخضر واليابس في آسيا. طلاسيا هو الأفضل والهداف والليلة يريد إثبات هذه الإمكانيات رفقة منتخب المغرب. كونغو عمرة تعلمت تعود تلعب مع المغرب. يو مرحبا بكم الخوت معايا فيديو جديد. ايوا علاش كنقول لكم ديما في كل تقريبا مباراه ديال المغرب والاغلبيه حنا نعتلموا البالون قدر ماشي غير بارول ماشي غير هكاك. اليوم غادي نشوفوا ملخص مباراه ديال المغرب ضد الكونغو. شوفوا دوك الاجواء، انا باقي ما تفرجتش في الماتش ما عرفتش والو، ولكن من المنياتور تيبان لي واحد الكم هائل من البيوتا. غنشوفوا الطريقه كيفاش تباركوا هاد البيوتا. اوكي سو اللي كيشوفني اول مره تنسى واحد لايك سبسكرايب كومنت وليتس جو تو اور فيديو. طابت اوقاتكم بكل خير في مدينه اكادير في هذه الامور. بس عرفتوا غادي بحالكم غمض عيني دابا غادي ندير النشيد وغمض عيني كما يقول. الكرويه لحساب التصفيات الافريقيه المؤهله الى كاس العالم 2026. ابراهيم دياز ما حافظ مسكين يلا جا رحيمين نصير ويلي نصير سونجمو يعني غادي يكون الكعبي دابا ولي داخل في صدارة هذه المجموعة. نايس نايس. المنتخب المغربي الذي يلعب مباراة ما عرفتش سميتو عندك هذا وواحد ال دبليو ولا اغ دبليو اللي عندنا ما عرفتوش اليوم على ملعبه وبين جماهيره امام منتخب جمهورية الكونغو الذي يلعب هذا اليوم بتشكيلة امامنا في هذه القائمة. ماكوسو ماتيمبو باسي انزوب الانزونا مع ديمبي ماكوتا ماسانجا ايبيري جامبولان و شوفوا شكون هما الاساسيين. الكعبي عطيه الله بن صغير هذا داخل تا هو نايس قدم اداء زوين. وناحي زياد شادي اكلاد امر رياض شادي خونا وقال ديفونسور فين دوك اغ دبليو ولا ماشي اغ دبليو جديد. المهم هادو اللي لاعبين دابا راهم ديال لعب 10 رحيمي سيباري صابر يمكنش واش كيعيطوا لي تا هو صاير. اوكي زيد نشوف شوف الماتش غيكون فيه المجموعة بقية النجوم. البداية مغاربية كما توقع الجميع. المغرب ديما صداع في الجمهور علاه. ايوا دبل تاتش الله براين ديز دار لنا دبل تاتش سير الله. قبل كل شيء سبقت هذا كله للباحث عن هدفي الاول مع المنتخب بكره طويله خلف مدافعين خطيره في هذا براين ديز باقي ما باركاش دابا الماتش ديالو الثالث يمكن مع المغرب وباقي ما باركاش حتى بيت وات ذا فاك ماتش الماتش هذا غير باركي ولا لا. ايضا الركراكي سيكون مطالب من الجماهير المغربيه دائما. جاء اللاعب اقصى اليسار حكيمي في التغطيه في التامين وبعد ذلك ومحمد ايوه الكعب الله يلا يا الهي ايش وقع؟ اسمع بالكا لو حفني اوكي اورجو 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 شو بين بين لم تكتمل بين اورجو لقد كان سحر عالي جدا نقول حق مشق جميل في اللقطه الماضيه في اتس اماميه وناحي ايوه وناحي ولو 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 بروس شوف خصنا ندير لي لعب اسبوع من بلانش فهمتي ضروري خصنا نمشي لعب اسبوع في كونان بي اس جميل صافي صفيات مع الدمج ما كيدوا اليورو صاحبي افريقيا اذا ما كيتسوقوا له انت الدراري عندنا انت قصروا تبارك الله ينصر دينك وناحي بروس اش كيدير اي مهاره اشرف سيشد أيوة. جبار سيشد عرضية جبار عرضية لا تمريرة لكن التغير على اليسار عطية عطية نايس ايوه سيزو اوه زقلو تمريرة دياز حلوة التمريرات لكن التغير ايه كفر ايه ايه وثلاث وعادت وتسديدة ايوه ايه سيزو ها بيت اوزو واقع حكيمي بالكو نمشي حكيم الثاني للمغرب نعم هذا نسيت سميته شادي اي رياض قلب المدافعين ينجح نايس وسوده وسوده هذا بارك بيتو براين دياز باقي اوكي تنسى اوزي معاش مهم بيت سوقناش كبيرة ممتعة ليوس من الخيارات كرة طويلة أمامية لكن نايس الكرة بعد ذلك في تعقيب بلمسة أيوة لا 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 زوين اوزو يكون كسب اوزو بيت اسيست حطو حكيم ينادي بروزو الله يتسنى راه ما يديروا ريبلاي وشوف الله يتسنى شو عرضية أرضية فهل بغي يزرب على الكعب الله يتسنى والمباراة تقريبا انتهت في هذه العتيبي بعد معلق علينا يا سلام لأنه كل شيء تقريبا حسم بثلاث نقاط ثمينة
المدينة واستمرار صدارة واستمرار الفيديو الأول لرياضة المغرب بدايات ناجحة كبيرة. أشرف حط اللمسة الله. عمل الأسيست وانت وضميرك بعد ذلك تحرك رائع تو ضميرك باركي يزقل شوف اللي بغيتي على تسير أيوة وزير والفرصة متاحة في هذه التسديدة خطيرة لكنها عالية. نايس نايس. وبعد ذلك جميلة. يلا هنا. وي 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 لكن ارجع عاوتاني. ها بعيدة. زياش تحرك بجانب ايوب. زوين زوين. تغطية دفاعية هدف رابع في هذه اللقطة. الكرة لي سير. زياش عرضية زياش في جهة اليمنى بين حلوة 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 حلوة. ايوا الكعبي الله 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 البيتين. شكون اسيستا شكون؟ شكون اسيستا لهذيك؟ البيت رابع. مناح عفري. باركو أو باسا ما أجبلها من لعبة ما أجبلها من سيمفونية كروية نايس زوين 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 في وانت معينها من متدع إيش هذا يا مغرب أي كرة وأي متعة كنا صراحة كنا قال إبراهيم دياز هنا كرة فهمت ما عادش هو بعد إبراهيم دياز هذاك ولا فهمت نشوف أجبلها من سيمفونية كروية سير أي تبان لكم في وانت معينها من متدع إيش هذا يا مغرب ياك هو سيد ابراهيم دياز ولد قصور هاو زعما كنا رد بحال هكا شوف بلاصه من باسي هنا عشان يحول الكره هنا كره باركاته ماشي مشكل نشوفوا ابراهيم دياز واش بارك هذا الماتش ولا باقي باقي بيوت باقي بيوت عطية الله هاي ديك الكلاد ديك الكلاد اوكي بلمسه اماميه هذه فرصه متاحه كفره 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 صح هو حكى هاي هاي باينه هذه باينه كمل افونتاج اوه دياز مسكين باقي ما كتبش لي تبارك كيقلب كيدير كلشي الشوت خصو يعلي شويه الشوت عند دياز وعند دياز وي 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 لي باس اوه شكون هذا ولد الكلب الكعبي بارك البيتات هاتريك نايس ترا وا اسيست عاوتاني من اوناحي ما عرفنا شكون نجم واش الكعبي ولا اوناحي اسيست وبيت ولا ثلاثه البيوت شكون غياخذ نجم المباراه واو 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 اي نظرة هذه يا اوناحي اي تمرير يا اوناحي وطبعا ايوب في منطقة الجزاء كسر كل شيء مفيش اورجو مفيش مفيش اورجو هذا الوحيد يوم اورجو دخل الرحيمي في الدقيقة 60 وصلنا خمسة البيوت دابا قبيلت بلاش باركا اوناحي باركا ذكريات جوج باركا هاتريك اه صافي ياتك ياتك خمسة صحاب اللي وزكلو شي باش قادم الياس ولا سبيان الرحيمي بتسديد ويلي ويلي واتسو جا من سونجمو بالكا هانتوما بقاو تلعبو رحيمي اساسي اش كتلعبو سونجمو وي سي دان شو شو انت شو زياش اغ دبليو بوفال تيرجع وياخد بوستو دابا ما كاينش ولا اصابة ولا ما عيطوش ليه ديرو رحيمي ال دبليو راس حربة عندك يا نصيري يا الكعبي بجوج مزيان ام صانع العاب ابراهيم دياز وناحي موراه سي ام ميليو امرابط كاسور دي ام مغطي علينا الحجرة الدفاعية اللور عندك سايس وكرادو حكيمي وعطية الله داكشي وادك منظم خصهم يعرفوا امتى يدخلوا اللعاب ولكن داك الراجل كيبان لي داير بحال انشيلوتي اللي واجد هو اللي كيلعب ما كاينش ديك الاسماء اساسيين فهمتي عدو حكيمي وزياش اللي اساسيين وسايس صافي الشيء الاخر ربما يقدر يتغير نعم وزيد على ذلك انه ليمني وباركا بغوشيه يعني كيلعب ويك فوت في تلقى دم اللعبه الاولى نايس اللمسه الاولى الهدف كان غير عادي اللقطه كانت غير عاديه النهايه كانت غير عاديه رحيم يا كان اخضر واليابس في اي سير هذا الطلاسيا هو الافضل والهداف والليلة يريد اثبات هذه الامكانيات رفقة منتخب المغرب كونغو عمرة تعلمت تعود تلعب مع المغرب دابا رجل المباراة كي هادو ما بين جوج غالبا غيعطيو الكعبي حيت نجم المباراة كيقدر ياخذ البيرسون اللي بالك البيوتا اكثر من انه اسيست فهمتوا فكرني في واحد الماتش ديال السيتي كان دي بروين باس ثلاثه الاسيستات وهالاند باركا هاتريك تاجت البيوت كيما الكعبي دابا باركا هاتريك بسبب من سبب اوناحي اوناحي باركا باصا لي وقال البيت الاول والثاني ما عرفتش واش باصا لي تاجت البيوت ولا لا مع العلم انه بجوج تشاركوا في هذا الرجل المباراه ولكن في الاخر كيداخل واحد
اللي هو الكعبي هو دي باركا ثلاثه هو هاتريك يو نو. المهم كادي رياكشن ديالنا وكنتمنى تكونوا انكم استمتعتوا معنا في هذا الفيديو هذا فرحتوا. اوف كورس كاين شي واحد كيكعاوك كيكون من بلاد ولا بحال سته وات ذا فاك، حنا ولينا هاربين، حنا تا شكون حنا تا شكون حنا. المهم تهلاو في راسكم، بيس اوت.